بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبق في الدرس الماضي أن بدأ الناظم رحمه الله الحديث عن الإسناد العالي، وذكر أن العالي ينقسم قسمين أساسيين، وهما الإسناد العالي العلو المطلق والعلو النسبي. والعلو المطلق يقصد به قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني وهو العلو النسبي، وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين إمام من الأئمة من ذوي الشأن من الأئمة المعروفين. ثم قال الناظم رحمه الله: وبالنسبة للعلو النسبي هذا منه نوع آخر تطرق إليه في هذه الأبيات، وهو العلو بالنسبة إلى ديوان من دواوين السنة النبوية. سبق معنا أن العلو إنما هو أمر نسبي، بمعنى أنه لكي يحكم على إسناد معين بأنه عال لا بد من إيجاد مقارنة بينه وبين شيء آخر. هذه المقارنة إما أن تعقد بين راو وآخر، أو بين الراوي ونفسه في إسناد آخر. بمعنى لو أن حديثا ما رواه راو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ستة من الرواة، ورواه آخر فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية رواة، يوصف الإسناد الأول بأنه عالي بالنسبة للآخر الذي هو فيه ثمانية رواة. فإذا كان نفس الحديث هذا رواه راوي ثالث بإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، سيكون الإسناد الأول الذي كنا نصفه بأنه عال سيصير ماذا؟ نازلا. لماذا؟ لأنه لما قورن بذاك الرباعي صار نازلا، ولما قورن بالثماني صار عاليا. فإذا قضية العلو هي قضية نسبية يصار فيها إلى المقارنة بين إسنادين، إما لراويين مختلفين أو بين الراوي ونفسه في أحوال مختلفة. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن البخاري مثلا رحمه الله أعلى أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثية، فإذا روى حديثا بسند ثلاثي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه إنه أعلى أسانيد البخاري. فإذا روى البخاري حديثا آخر بسند رباعي وصف بأنه أنزل من الأول، مع أن الإسناد الرباعي بالنسبة لمن هم في زمن البخاري يعد من الأسانيد العالية. من العلو النسبي نوع تعقد فيه المقارنة بين الرواة وبين أصحاب الكتب الستة أو دواوين السنة المشهورة، وهي الكتب الستة. ولهذا الناظم رحمه الله لما ذكر في البيت السابق فسمي هذا بالعلو النسبي قال: وذا، اسم الإشارة هذا وذا، يعني العلو النسبي الموافقة فيه لائحة، يعني هناك أوصاف سيذكرها لنا الآن، وهي الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، أربعة أوصاف يذكرها المحدثون على أنها نوع من أنواع العلو النسبي
نجدها في هذا النوع وهو العلو النسبي. ولهذا قال وهذا النوع، ولما قال وذا يعني في هذا النوع تظهر أنواع العلو النسبي الأربعة، وهي الموافقة والبدل والمصافحة وكذا المساواة. ما هي هذه الألفاظ الأربعة وما هي أوصافها وما الذي يعنيه المحدثون بهذه الأربعة؟ قال الناظم كذا المساواة لشخص يعرف. الآن سيحدد معاني هذه الاصطلاحات الأربعة. قال فمن روى ما قد روى مصنف لا من طريقه ولكن وافقه في شيخه فهذه الموافقة. الموافقة من اسمها أن يأتي شخص إلى حديث في ديوان من دواوين السنة، لنقل مثلا حديث في صحيح البخاري، فيأتي شخص فيروي هذا الحديث بنفس الإسناد الذي يرويه به البخاري تماما فيوافقه في شيخه. مثلا حديث يرويه البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا الآن أن يأتي راوي فيروي نفس الحديث بنفس الإسناد فيصل إلى القعنبي دون أن يمر من طريق البخاري. هنا الآن يصدق فيه أن يقال هذا الشخص وافق البخاري في هذا الحديث سندا ومتنا، إذ روى هذا الحديث بنفس الإسناد الذي رواه به البخاري دون أن يمر من طريق البخاري. فهنا يقال عنه وافق البخاري في رواية هذا الحديث. السؤال الآن ما المزية في هذه الموافقة؟ كما ذكرت لكم أن العلو هو أمر مبني على المقارنة والنسبية، فكأن الآن هذا الشخص كأنه يفتخر بأنه لم يعد في حاجة إلى البخاري، لأنه استطاع أن يروي الحديث الذي يرويه البخاري بنفس الإسناد الذي رواه به البخاري دون أن يمر بالبخاري، وبالتالي كأنه يقول أنا صرت في غنى عن البخاري رحمه الله، لأنني أستطيع أن أروي الحديث الذي يرويه البخاري بالسند الذي يرويه البخاري دون أن أحتاج إلى البخاري. يزداد الأمر افتخارا ويزداد الأمر رفعة في أن يقول أنا لو رويت هذا الحديث من طريق البخاري لكان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10 من الوسائط، لكن إذا رويت نفس الحديث بنفس الإسناد من غير طريق البخاري كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الوسائط. يقال حينئذ هذه موافقة بعلو درجة، وهذا هو الكمال. ولهذا قال الناظم فمن روى ما قد روى مصنف، يعني من روى، أي راو إذا روى حديثا رواه مصنف ما. من هذا المصنف؟ لنقل البخاري، الترمذي، أبو داود، النسائي، أي واحد من أصحاب الدواوين المشهورة الذين يعرفون بين الناس على أنهم أئمة كبار قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم، وبالتالي المنافسة معهم ليست كغيرهم. من روى ما قد رواه واحد من هؤلاء الأئمة الكبار لا من طريقه، يعني روى نفس الحديث دون أن يروي هذا الحديث من طريق هذا الإمام، ولكن وافقه في شيخه، يعني وافقه في كل الإسناد، فهذه الموافقة.
اختلف أهل العلم هل تسمى الموافقة مطلقا أو بشرط العلو الذي ذكرناه، الدرجة والدرجتين ونحو ذلك. الصحيح أن الموافقة لا يشترط فيها العلو، إنما يقال وافق فلان فلانا بعلو درجة، بنزول درجتين ونحو ذلك. فإذن الموافقة هي أن تروي حديثا يرويه واحد من الأئمة المعروفون الكبار أصحاب الدواوين، فتوافقه في إسناده كاملا من شيخه فمن فوق. طيب، في بعض الصور يحاول الراوي أن يروي هذا الحديث فلا يستطيع أن يصل إلى شيخه مباشرة، وإنما يجد إسنادا إلى شيخ المصنف، فهل هذه موافقة؟ لماذا؟ اللي قال لا، ليش؟ ولا موافق؟ وافقه في شيخ شيخه، فعندنا الآن شيخه لم نروي عنه ولم نصل إليه، فهل وافقنا الإمام في المتن والإسناد كاملا؟ لا، لأننا تجاوزنا شيخه وروينا الحديث عن شيخ شيخه. هذا الآن هو موافقة، لا ليست موافقة. ولهذا قال فإن يكن في شيخ شيخه حصل، يعني إن كانت الموافقة هذه لم تتم في الشيخ وإنما تمت في شيخ الشيخ، قال فإن يكن في شيخ شيخه حصل له التوافق فذلك البدل. هذا يسمى حينها البدل. مثال هذا الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا رواه راو من طريق من رواية القعنبي للموطأ، القعنبي هو واحد من رواة الموطأ عن الإمام مالك، فإذا روى واحد هذا الحديث عن القعنبي في الموطأ يكون وافق البخاري في شيخه ولا لا؟ وافقه في شيخه، فهذه موافقة. فإذا ورواه من طريق مثلا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل وافقه في شيخه؟ لا، وافقه في شيخ شيخه فيسمى بدلا. إذن الموافقة هو أن توافق مصنفا من أصحاب المصنفات المشهورة في الإسناد كاملا، يعني من شيخه إلى منتهى. أما البدل فتوافق المصنف من شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد. لماذا سمي بدلا؟ لأنك صرت وكأنك أنت أو شيخك صار موافقا لهذا المصنف. هذان النوعان الموافقة والبدل هي من أنواع العلو النسبي التي تعقد فيها المقارنة بين الراوي وبين مصنف من المصنفين. اللفظ الثالث وهو المصافحة والمساواة، قال وإن يكن إسناده مع سندي ذاك المصنف استوى في العدد فبالمساواة لديهم عرفا. المصطلح الثالث المساواة. الآن في الموافقة وفي البدل لابد أن يوافقه في الإسناد بعينه، يعني عدد الوسائط والذوات لابد يكون الإسناد نفسه. بالنسبة للمساواة والمصافحة المقارنة فيه في عدد الوسائط، مثلا لو أن النسائي مثلا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 رواة، فهذا يوصف بأنه إسناد عشاري للنسائي. فإذا روى الحافظ ابن حجر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه 10 وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مساويا لإسناد من؟
ها؟ النساء يا جماعة خيركم اليوم. قلنا النسائي روى حديثا بعشرة وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحافظ بن حجر فروى حديثا ولو كان حديثا آخر، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة وسائط. ما الفرق إذن بين النسائي وبين ابن حجر؟ لا فرق. حينها يقال ابن حجر ساوى النسائي في الإسناد، فهذه منزلة وعلو لابن حجر المتأخر، إذ أدرك وساوى النسائي مع أنه متقدم. ولهذا قال: وإن يكن إسناده مع سندي، يعني إسناد الراوي الذي يروي به حديثا ما مقارنة مع سند ذاك المصنف. قلنا نحن هذه المصطلحات الأربعة هي لعقد مقارنة مع المصنفين المشهورين. وإن يكن إسناده مع سند ذاك المصنف استوى في العدد، يعني مجرد أن هذا فيه خمسة رواة وهذا فيه خمسة، هذا فيه عشرة وهذا فيه عشرة، استووا في العدد، فبالمساواة لديهم عرفا، أي هو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمساواة. طيب، فإن يساوي شيخك المصنف، يعني إذا رويت أنت حديثا فيه أحد عشر واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وروى النسائي حديثا فيه عشرة وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هل تسمى مساويا للنسائي؟ ليش؟ لأن أنت 11 وهو. طيب شيخك مساوي للنسائي؟ ها؟ شيخك مساوي للنسائي، حينها يعتبر بالنسبة لك مصافحة. كيف مصافحة؟ لأن شيخك صار بمنزلة النسائي، فكأنك صافحت النسائي، لأنك كأنك صرت تلميذا للنسائي الذي هو مساو لشيخك. ولهذا قال: فإن يساوي شيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحة، إذ أنت كالذي به قد صافحه، يعني إذ أنت بهذه الإسناد صرت كالذي صافح النسائي بمثل هذا الإسناد. هذه أربعة أوصاف يوصف بها الحديث العالي النسبي بالنسبة للدواوين السنة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. المساواة والمصافحة متعلقان بعدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الموافقة والبدل متعلقان بإصابة نفس الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الموافقة والبدل تكون في كل المصنفات ولا هي خاصة أكثر حاجة بالمستدركات؟ أكثر حاجة ب المستدركات؟ لا لا، مش بالمستدركات، بالعكس هي بكل المصنفات، لكن عادة بالمصنفات المشهورة. يعني ليس فخرا أن تساوي أو أن توافق مصنفا مغمورا، الفخر في أن توافق الترمذي، توافق أبا داود، توافق الطبراني لنقل، وهكذا، فهي مع الدواوين المشهورة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقع في العلو النسبي وهو المشار إليه في صدر هذه الأبيات، وهو المشار إليه في صدر هذه الأبيات بقوله وذا، يعني وهذا. نعم. الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. إذن هذه أربعة أوصاف تقع في العلو النسبي الذي أشار إليه الناظم، الآن سيشرح كل واحد منها.
أما الموافقة فوصول الراوي في الحديث إلى شيخ لا إلى شيخ إلى شيخ لا إلى شيخ مصنف سقط إلى شيخ المصنف لا من طريق ذلك المصنف، سواء كان ذلك المصنف من أصحاب الكتب الستة وهو الغالب في استعمال المخرجين أو من غيرهم، كحديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري إذا رويناه من جزء الأنصاري يحصل لنا فيه الموافقة مع البخاري في شيخه. هذا الآن تعريف الموافقة، وهي وصول راو ما في حديث إلى شيخ المصنف لا من طريقه. طيب من هذا المصنف؟ قال سواء كان ذلك المصنف من أصحاب الكتب الستة وهو الغالب، لأنها هي الأشهر وهي التي يعتني بها أهل العلم، أو غيرهم من المصنفين المشهورين. وأعطانا مثال حديث يرويه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري بإسناده، فالموافقة هو أن تروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الله الأنصاري دون أن تمر بالبخاري. نعم. وأما البدل فوصول الراوي في حديث إلى شيخ مصنف لا من طريق ذلك المصنف. البدل نفس الموافقة، إلا أن الوصول لا يكون إلى الشيخ وإنما إلى شيخ الشيخ. كحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك إذا رويناه من غير طريق البخاري، عن أبي مصعب عن مالك يكون أبو مصعب بدلا من قتيبة. طيب الآن الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك بإسناده، فلو رويناه من طريق قتيبة من غير أن نمر بالبخاري سيكون ماذا؟ موافقة. لكننا لم نقف عليه من طريق قتيبة، إنما رويناه من طريق أبي مصعب عن مالك، فيكون أبو مصعب بدلا عن قتيبة، ولهذا أسميناه بدلا. نعم. وإنما يرغب في الموافقة والبدل إذا اقترنا بالعلو. إذا اقترنا بالعلو. السؤال الآن، هل الموافقة والبدل هذه فيها شيء من العلو؟ أن توافق إسناد الشيخ، هل فيها شيء من العلو؟ لا. إذن ما سبب إيراد هذين اللفظين من ضمن العلو النسبي؟ قال إنما يرغب في الموافقة والبدل إذا اقترنا بالعلو، يعني إذن هي مظنة لوجود العلو، فلا يرغب فيها إلا إذا كانت بقيد العلو، فيقال وافقت البخاري في إسناده بعلو درجة. أما إذا كان يعني بنزول أو بدون علو بمساواة، فحينها لا يوصف بأنه موافقة مرغوب فيها، بل ابن الصلاح رحمه الله يرى أنها لا تسمى موافقة أصلا، يعني يشترط في تسميتها موافقة أن يكون الإسناد عاليا. قال وإنما يرغب في الموافقة والبدل إذا اقترنا بالعلو، ثم هو ليس قيدا لواحد منهما، قيدهما ابن الصلاح بعلو وقيدهما ابن الصلاح بعلو الطريق. يعني الآن الذي اختاره الشارح تبعا لابن حجر، قال ثم هو ليس قيدا لواحد منهما، يعني العلو ليس شرطا في تسمية الموافقة والبدل، تسمى الصورة هذه موافقة وبدل ولو لم تكن فيها علو. وابن الصلاح قيد الموافقة والبدل بكونهما عاليين، فإذا لم يقع فيها علو لا يسمى موافقة. نعم. وقيدهما ابن الصلاح بعلو الطريق الذي رواه منه على طريق ذلك المصنف، فإنه قال ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. إذن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه، هذا رأي ابن الصلاح. نعم. قال شيخنا عبد الرحيم وفي كلام غيره، يعني العراقي، وفي كلام غيره من المخرجين إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو. مع عدم العلو، يعني إذن الذي نص عليه العراقي أنهم يسمونها
بدلا وموافقة ولو لم يكن فيها علو. فإن على قالوا موافقة عالية أو بدلا عالية. موافقة عالية أو بدلا عاليا. طيب وإن كان نازلا ماذا سيقولون؟ موافقة نازلة وبدلا نازلا. ووقع كلام الظاهري ووقع في كلام الظاهري والذهبي. لا هي الصواب ووقع في كلام ابن الظاهري. ووقع في كلام ابن الظاهري والذهبي فوافقناه بنزول فسميناه مع النزول موافقة. فسمياه مع النزول موافقة. يعني الآن الذهبي وابن الظاهري وقع في كلامهم لما يروا حديثا فيوافق فيه أحد الأئمة يقولون فوافقناه بنزول. إذن الموافقة قد تكون مع النزول قد تكون مع النزول. نعم. وأما المساواة فاستواء عدد رجال إسناد راو في حديث مع إسناد مصنف فيه. يعني المساواة قال استواء عدد رجال إسناد راو مع إسناد مصنف لهذا الحديث بعينه، التساوي في الإسناد. طيب هذا إلى حد ما كان في زمن الأئمة أمثال ابن حجر والسخاوي من أئمة القرن الثامن والتاسع إلى حد ما يمكن أن يوافق الأئمة المتقدمين في إسناد حديث، لكن في زماننا الآن لم يعد هذا ممكنا. وبالتالي لأن أعلى أسانيد مثلا الحافظ ابن حجر في زمنه كانت تساعية وعشارية، وأنزل إسناد لأصحاب الكتب الستة هو للنسائي عشاري، فمن كان يروي بعشرة رواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يساوي النسائي، وليس هذا في خصوص حديث بعينه وإنما في حديثين مختلفين. نعم. وأما المساواة فاستواء عدد رجال إسناد راو في حديث مع إسناد مصنف فيه بأن يكون العدد الذي بين ذلك الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل العدد الذي بين ذلك المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث يقع بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع ذلك الحديث بطريق آخر بينه. فيقع ذلك الحديث للراوي بطريق آخر. فيقع ذلك الحديث للراوي بطريق آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. طيب نفسا هذا الآن لا يمكن أن يكون في حديث بعينه، إنما هي بين حديثين مختلفين، بمعنى أنك أنت تروي أي حديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، ويكون أيضا النسائي يروي حديثا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، فيسمى هذا مساواة. وأما المصافحة فهي استواء إسناد راو في حديث مع إسناد مصنف فيه بأن يكون من شيخ ذلك الراوي إلى منتهى الإسناد، مثل ما بين ذلك المصنف منتهاه من العدد. طيب إذن المصافحة هي استواء شيخك مع ذاك المصنف في العدد الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمي هذا النوع بالمصافحة لأن ذلك الراوي كأنه لقي ذلك المصنف وصافحه بذلك الحديث، لأن الشيخ ساوى المصنف فصار وكأن المصنف شيخا لك، وجرت العادة أن التلميذ يصافح شيخه، فصار صرت بهذا الحديث وكأنك صافحت الشيخ أو المصنف. نعم. واعلم أن صاحب النخبة فسر المصافحة بالاستواء، أي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ ذلك المصنف. طيب صاحب النخبة يعني الحافظ ابن حجر و النظم الذي ندرسه هو نظم للنخبة، الحافظ ابن حجر لما عرف المصافحة عرفها بأنها
مساواة بين الراوي وبين تلميذ المصنف. والنظم لما عرف المساواة عرفها بأنها مساواة بين شيخ الراوي ومن؟ والمصنف. في فرق. يعني الآن لما نقول شيخك يساوي المصنف أو نقول أنت تساوي تلميذ المصنف، ما الفرق؟ لا فرق. ولهذا قال مجرد تنبيه أن صاحب النخبة فسر المساواة بأنها مساواة الراوي مع تلميذ المصنف، وأما الناظم ففسرها بأنها مساواة شيخك للمصنف، ولا فرق بينه وبين ما في النظم فيما يرجع إلى المصافحة. لماذا؟ نعم. وأن من أقسام العلو تقدم وفرق. لا لأن ولا فرق بينه، ولا فرق بينه وبين ما في النظم فيما يرجع إلى المصافحة، لأن شيخ الراوي إذا ساوى المصنف المصنف كان ذلك الراوي مساو لتلميذ ذلك المصنف، وعلى كل منهما كأن الراوي لقي ذلك المصنف وصافحه بذلك الحديث. إذن المعنى واحد. طيب، هذه الأنواع التي ذكرناها تلاحظون أنها كلها تدور حول قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الراوي وبين إمام من الأئمة، وهذا ما يسمى بعلو المسافة. علو المسافة هو قلة الوسائط. هناك نوع آخر من العلو وهو يسمى بعلو الصفة. علو الصفة يحصل بين إسنادين مستويان في العدد، يعني مثلا راوي ما يروي حديثا بإسناد فيه 10 رواة، وآخر يروي نفس الحديث بإسناد فيه 10 رواة، أيهما أعلى؟ كلاهما 10 رواة، أيهما أعلى؟ لا خلينا من الضبط، لا من غير الضبط. من ناحية المسافة العدد الوسائط واحد، إذن لا فرق بينهما، لكن من حيث علو الصفة وهو ما سنذكره الآن ينظر في تقدم وفاة الشيخ. يعني مثلا كلاهما روى الحديث 10 رواة وهذا 10 رواة، لكن إذا كان شيخك توفي قبل شيخ الراوي الآخر فيكون إسنادك أعلى. طيب، صورة أخرى، لو كنت أنت وزميلك كلاكما سمعتما نفس الحديث من نفس الشيخ بنفس الإسناد، هل ممكن أن يتصور علو لأحدكما على الآخر؟ وكلاكما يروي الحديث بنفس العدد الوسائط، بل كلاكما يروي عن نفس الشيخ، فهل يتصور العلو؟ ها؟ عامل السن لا ما ينفعش. فيه يتصور، وهو أن يقال بقدم السماع، من سمع ذاك أولا. فلو سمع من شيخك قبلك مثلا بيوم أو بشهر أو بسنة فحينها يسمى عاليا، وهذا اللي يسمى بقدم السماع. نعم، هذان نوعان من العلو تسميان علو الصفة. وأن من أقسام العلو تقدم وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ، وهذا يسمى العلو الصفة اللي هو تقدم الوفاة. مثاله من سمع سنن أبي داود على الزكي عبد العظيم أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني، ومن سمعه على النجيب أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المزة والفخر بن البخاري. وإن اشترك الأربعة في رواية الكتاب عن شيخ واحد وهو ابن طبرزد. طيب، الآن الأربعة هؤلاء رووا سنن أبي داود
عن ابن طبرزد بنفس الإسناد. فالآن الضاء الأصل يفترض أن يكونوا جميعا بنفس الدرجة، لكنه قال من سمعه من الزكي العبد العظيم ابن العبد العظيم المنذري أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني، أعلى ممن سمعه من ابن خطيب المزة، أعلى ممن سمعه من الفخر بن البخاري. لماذا؟ قال لتقدم وفاة الزكي على النجيب وتقدم وفاة النجيب على من بعده. فإذا قدم سماع عبد العظيم المنذري على النجيب الحراني لأنه متقدم الوفاة. لتقدم وفاة الزكي على النجيب وتقدم وفاة النجيب على من بعده. ومن أقسام العلو أيضا تقدم السماع من الشيخ، فمن تقدم سماعه في شيخ كان أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده. نعم، هذه أيضا ومن أقسام العلو أيضا تقدم السماع من الشيخ، يعني ليست من الوفاء. فمن تقدم سماعه من شيخ كان أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت وذاك للعالي مقابلا يرى، فإن يكو الراوي ومن قد أثر. طيب، الآن لما ذكر الناظم رحمه الله الإسناد العالي بأنواعه، سواء العالي علو الصفة أو علو المسافة، وإن كان الناظم لم يذكر إلا علو المسافة والشارح زاد علو الصفة، الذي يقابل العالي النازل، لأننا كما سبق العلو أمر نسبي فيه عقد مقارنة بين إسنادين، فلا يكون هناك حديث عال إلا ويقابله حديث نازل. ولهذا قال والسند. إذن لما عرف العالي وسبق بقوله والسند الذي يقل عدد رجاله من غير يقص يوجد، فإن يكن إلى النبي يرتقي، فهو المسمى بالعلو المطلق. هنا الآن قال والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت، يعني عكس الإسناد العالي. طيب، هذا الآن النازل مقابل للعالي، قال وذاك للعالي مقابلا يرى. كلما رأيت إسنادا عاليا يعني بالضرورة يقابله إسناد نازل، فلا يوصف هذا بالعلو إلا ويقابله شيء يسمى بالإسناد النازل. نعم، أقرأ الشرح. السند النازل ما كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر لذلك المروي، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النازل المطلق. ويعني بنفس الطريقة كل ما ذكرناه في الإسناد العالي سنكرره هنا، إما علو مطلق يقابله نزول مطلق، وإما إلى إمام عمدة وهو النازل النسبي، والأول يقابل العالي المطلق والثاني يقابل العالي النسبي. وقد ذم النزول غير واحد، قال علي بن المديني وأبو عمرو المستملي النزول شؤم، وقال ابن معين النزول قرحة في الوجه. قرحة في الوجه، قرحة في الوجه، يعني كان شيء مذموم، لأنه دال على عدم الرحلة وعدم الحرص على طلب الحديث. لما أقرانك يروون الحديث بعشرة وسائط وأنت ترويه بأحد عشر راويا، دل هذا على أنك لم تكن حريصا على السماع من الشيوخ ونحو ذلك. فلهذا كانوا يقولون هو قرحة في الوجه. وهذا إذا لم يكن في النازل فائدة ليست في العالي، وأما إذا كان فيه ذلك فإنه مرغوب فيه غير مذموم. أما إذا كان في الإسناد النازل فائدة ليست في العالي، فحينها سيكون ذلك مبررا لعدولك عن العالي إلى النازل، ويبرر به
صنيعك في النزول كما ذكرنا في قبل الدرس. مثال الفائدة هذه مثلا التصريح بالسماع، يكون عندك إسناد عالي فيه راوي مدلس وعنعن، فتضطر هو وقد صرح بالسماع في رواية بإسناد النازل، فترويه بالإسناد النازل لتبين للناس أن هذا المدلس قد صرح. أحيانا الإسناد النازل فيه زيادة في المتن، وهي الزيادة فقهية تدل على معنى أو حكم فقهي، فتضطر إلى روايته بالإسناد النازل، وهكذا الفوائد كثيرة. وذاك للعالي مقابلا يرى، فإن يكو الراوي ومن قد أثر عنه تشاركا معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن، فذلك بالأقران منهم فذاك بالأقران منهم وسما. وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر فالمدبج، وباب أمثال له لا يرتج. طيب. لا يرتج. طيب الناظم هنا شرع في الحديث عن بعض أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواة. لما تطرق إلى الإسناد العالي والنازل عرفنا أن هناك أسانيد تكون عالية وأسانيد تكون نازلة. تطرق إلى الرواة فقال فإن يكن الراوي ومن قد أثر عنه، الراوي وشيخه أو الراوي وتلميذه، وما الراوي فإن يكن الراوي ومن قد أثر عنه يعني ومن روى عنه، تشارك معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن، يعني راوي روى عن آخر، هذا الآخر مساو له أو متقارب معه في السن وفي ملاقات الشيوخ. إذا كان هذا الشخص مقارب لك في السن، مقارب لك في ملاقات الشيوخ، ماذا نسميه هذا؟ قرين. هو في الواقع ليس شيخا لك، إنما أنت رويت عن شخص يقارنك، قرينك. القرين من هو؟ هو الشخص المقارب لك في السن وفي ملاقات الشيوخ، أو على الأقل في أحدهما. لأن راوي العادة أن المتقاربين في السن يتقاربون في الأسانيد ويتقاربون في الأخذ عن الشيوخ، بمعنى أن في الغالب أن المتقاربين في السن إذا بدأوا في طلب العلم يبدأون في سن متقارب، وإذا بدأوا في سن متقاربة ففي الغالب سيدركون طبقة من الشيوخ واحدة، وبالتالي سيشتركون في غالب شيوخهم. فإذا روى أحدهما عن الآخر فهذا نسميه رواية أقران. إذن رواية الأقران ما هي؟ هي رواية القرين عن قرينه، أو رواية الراوي عمن يقاربه في السن وملاقات الشيوخ. ولهذا قال فإن يكن الراوي ومن قد أثر عنه، يعني أن يكون إذا كان الراوي ومن روى عنه قد تشارك اشتركوا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن، فذاك بالأقران منهم وسما، هذا يسمى برواية الأقران. قال وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر. الآن رواية الأقران قلنا هو أن راوي يروي عن شخص يقاربه في السن وفي ملاقات الشيوخ، مجرد أن الراوي ألف روى عن الراوي باء وهو مساو أو مقارب له في السن والشيوخ نسميها رواية أقران. فإذا روى الراوي باء أيضا عن الراوي ألف صارت رواية أقران من الجهتين، ولا لا؟ طيب السؤال الآن، رواية الأقران فيها مزية للراوي ولا للمروي عنه؟
مروي عنه. لماذا؟ لأنه سمع ما لم يسمع أقرانه، ونقول واحتاج إليه أقرانه فرووا عنه. يعني عادة الناس أن يرووا عن شيوخهم، فلما يروي عنك زملاؤك فدل هذا على أنك مبرز بينهم، يحتاجوا إليك، صح؟ فإذا رجعت أنت ورويت عن من روى عنك، هل بقيت لك مزية عليه؟ ولهذا قال: وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر فالمدبج. المدبج هو رواية كل قرين عن قرينه، رواية الأول عن الثاني والثاني عن الأول. والمدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، يعني الخد. هل لخدك الأيمن مزية على خدك الأيسر؟ ها؟ لا. فالآن لما روى كل قرين عن الآخر صار كأنهما بمنزلة ديباجتي الوجه، فلم يعد هناك مزية لأحدهما على الآخر. إذن رواية الأقران هي رواية واحد من الرواة عن شخص مشاء، عن شخص مقارب له في السن والشيوخ. فإذا روى كل منهما عن الآخر سمي رواية، سمي تدبيجا أو سمي مدبجا. قال: وباب أمثال له لا يرتج، يعني لا يغلق عليك ولا يرتاب ولا نرتاب فيه. الأمثلة فيه ظاهرة وسيذكرها المصنف الشارح رحمه الله. نعم. فإن روى كل من الفريقين عن الآخر سمي ذلك بالمدبج. لا لا، قبلها: ثم إن ثم الراوي إن اشترك، ثم الراوي إن اشترك مع شيخه في السن بأن يكون بأن يكون مولده قريبا من مولد شيخه، وفي ملاقاة الشيوخ بأن يكون أخذ عن غالب من أخذ عنه شيخه سمي ذلك بالأقران. طيب، هنا الآن قال إن اشترك مع شيخه، هو في الواقع ليس شيخا له، لكنه في هذا الإسناد روى عنه. فلو قال إن اشترك مع من روى عنه لكانت أولى، لأن الشيخ هو من هو أكبر منك سنا وأكبر منك في ملاقاة الشيوخ، هذا اللي يسمى شيخك. أما إذا كان مقاربا لك في السن ومقاربا لك في الأخذ عن الشيوخ لكنك رويت عنه، فيقال أقران، رواية أقران وليس شيوخا. فالصواب أن يقال: ثم الراوي إن اشترك مع من روى عنه. في ماذا؟ في السن، بأن يكون مولده قريبا. يعني لما نتكلم عن الأقران لا يقصد بذلك أن يكون متساويين في السن، بأن يكون ولد في سنة واحد. المقصود التقارب، أكبر منه بسنة، باثنين، بثلاث، أصغر منه بسنتين، ثلاثة، أربعة، إلى آخره. هذا يسمى أقرانا، لأن المقصود المقاربة وليس التماثل. وفي ملاقاة الشيوخ أيضا يكون غالب شيوخهما واحد، فهذا يسمى برواية الأقران. نعم. فإن روى كل من القرينين عن الآخر سمي ذلك بالمدبج، بضم الميم وفتح الدال والباء الموحدة المشددة بعدها جيم، من دبجت بمعنى زينت، والذي سماه بذلك الدارقطني وصنف فيه كتابا. مثاله في الصحابة رواية عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآن رواية عائشة عن أبي هريرة هذه من رواية الأقران، لأنهما صحابيان رضي الله عنهما، وهما من صغار الصحابة رضي الله عنهما، وكل منهما يعني رواية عائشة عن أبي هريرة وأبي هريرة عن عائشة، فلما روى كل واحد منهما عن الآخر سمي تدبيجا. نعم. وأبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها. وفي التابعين رواية الزهري عن أبي الزبير وأبي الزبير عن الزهري. نعم. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني وعلي بن المديني عن أحمد. هذه كلها الآن أمثلة للتدبيج في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع.
ومثال رواية أحد القرينين عن الآخر مع عدم رواية الآخر عنه فيما يعلم رواية سليمان التيمي عن مسعر. قال الحاكم: لا أحفظ لمسعر عن سليمان رواية. إذن رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما متقاربان في السن والأخذ عن الشيوخ بتكون رواية أقران. هل روى مسعر عن سليمان؟ لو روى مسعر عن سليمان التيمي أيضا لكانت تدبيجا، لكنه لم يروي عنه، فهي إذن رواية أقران. نعم. وقد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد كحديث رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران كما قال الخطيب. نعم، هذه الآن في إسناد فيه خمسة من الأقران يروي بعضهم عن بعض. فالضمير في أثر للراوي، والألف التي في آخره للإطلاق، والضمير في منهما عائد على الراوي ومن أثر عنه، ومن أثر عنه يرتج بضم أوله وفتح ثالثه. يرتج بضم أوله وفتح ثالثه يغلق من ارتجت الباب بالمثنات الفوقية أي أغلقته، والوفرة بفتح الواو الشعرة إلى الأذن. واعلم أن من فسر الأقران بالمستوين في السند والسن أراد بالاستواء في ذلك التقارب فيه. هذا الذي ذكرناه المقصود بالاستواء هو ليس المساواة التامة وإنما التقارب. قال الحاكم: إنما القرينان إذا تقاربا سنهما وإسنادهما وأنه يكتفى بالإسناد دون السن. قال ابن الصلاح: وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. يعني إذن الحكم على الراويين بأنهما أقران إذا استويا في السن وفي الأخذ عن الشيوخ، وقد يستغنى بالأخذ عن الشيوخ عن مراعاة السن، لأن الراوي قد يتأخر في طلب العلم فلا يطلب العلم إلا متأخرا، فإذا تأخر سيوافق ويماثل ويتقارب مع من هم أصغر منه سنا، وحينها سيقال عنهم أنهم أقرانه. نكتفي بهذا القدر، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول